الشيخ اللي يتحدث فيه أستاذ غالب وهو من حزب إسلامي طبعاً وعنده طريق يعني عريق بهذا الحزب. نعم. حزب الإسلامي وهو حزب الدعوة الإسلامي يعني خط صحيح. الشهيد الصدر. أنا أعتقد يعني من إجت العملية السياسية وبرايمر ببداية الأمور وبعد اجتماع لندن أنا أعتقد ما كان أكو تشخيص أن تكون الحكومة العراقية مشكلة من الحزب الإسلامي. نعم. ماكو هيك منطق يعني. وهذا لما نتحدث به خلينا نتحدث به شنو الواقع اللي يقدم الأحزاب الإسلامية والأحزاب العلمانية والوسطية شنو اللي يقدموا يعني صحيح. هسه غير نتحدث إحنا من نذكر مثلا موضوع داعش ويذكر لي عوائل وهذه مو اللي يريد المواطن. خلينا نتحدث صحيح. المواطن شي يريد اليوم صحيح. المواطن يريد اليوم حكم وسطي صحيح. ليش هو الحكم الإسلامي مو حكم وسطي يا أستاذ غالب؟ وأنت تنتقده؟ من قال هذا حكم إسلامي اليوم؟ ها؟ من قال الحكم الآن هو حكم إسلامي؟ هو أنت الآن تتهم الإسلاميين أنهم فشلوا؟ لا 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 هذا أنت تتهم؟ أختي الكريمة اسمح لك العزيز اسمح لا 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 قلت لها هذا مو حكم إسلام سياسي. نعم صحيح. هذا حكم عوائل إسلام سياسي. عوائل سياسي الإسلام السياسي حضارة واقتصادنا اسمح لك الخدمة. وشنو الفرق بين العوائل الإسلامية عوائل متحكمة الإسلامي. باسم الإسلام نعم. لأنها أبناء عوائل أبناء رؤساء أحزاب وكذا. الإسلام السياسي مبادئ نعم. وأفكار نعم. هو العراق هوية نعم. ما اقتصادية إلا ما واضح. لا لا أستاذ غالب يعني أدي شو هوية اقتصادية خلي 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 بس اسمعني يعني؟ خلي فد حوارنا أدي هو يكون منطقي منطقي يا حبيب قبل حبيب قبل يا حبيب يا بعد حبيب روح خلاتي تفضل. يعني البنوك الآن الإسلامية هي البنوك الان الاسلامي شو العلاقه المصارع بالاسلام النظام القضائي الاقتصاد شو العلاقه بالاسلام؟ لا 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 صحيح كلام ابو منو الله يخليك ابو منو الله يخليك انا ابو مصطفى سيد عبد الرحمن الجزائري ابو منتظر اخويا القضاء اسلامي الان اكيد خل خدمك اكيد دخل طبق الشريعه يا عيوني القضاء ايه؟ القضاء الان ايه؟ الاحكام الجنائيه الاسلاميه البنوك الاسلاميه النظام التعليمي اللي موجود بالعراق إسلامي اختيار الحاكم الآن بطريقة وفق مبادئ الفقه الشرعي والفقه لا أبدا نهائيا لكن احنا نقول هو احنا نقول اسلام يعني ماكو هو الحكم هو الحكم لا مو نتحدث عن الحكم نعم انت تتحدث كلام تقول هذا حكم اسلامي تتحدث كلام صحيح جدا.